أستغرب لما أشوف عدد الناس اللي عايشين حياتهم باحتقان جيوب مزمن، لا قادر يتنفس عدل ولا قادر ينام عدل بسبب احتقان الجيوب اللي عنده. ما بتصدقوني إذا قلت لكم عدد الحالات اللي شفتها تحسنت بتغيير بسيط في الأكل ونمط الحياة. شنو هو التغيير اللي سووه؟ احتقان الجيوب يصير لسببين أساسيين، يا أن في زيادة في الأكلات اللي تزيد المخاط في الجسم، خاصة الحليب والجبن ومشتقات الألبان عامة، أو أن في جفاف في الجسم ونقص ماء. الجفاف يزيد تهيج الجيوب، فإذا عندك احتقان في الجيوب وقف كل مصادر الأجبان والألبان لمدة أسبوعين، حليب، جبن، روب، لبن، كريم، كل شيء. وفي نفس هذه المدة زيد شربك للماء 3 لتر في اليوم أو أكثر. مو لازم تعيش مع احتقان جيوب، جرب أسبوعي وتشوف الفرق. هذه كان رأيي والقرار قراركم.